فيلمنا بيبدأ سنة 1972 مع عيلة عايشة في بيت وعندهم طفل هادي بيسمع الكلام ما بيعملش أي مشاكل، بس مشكلتهم في الطفل التاني اللي دايما بيتخانق معاهم وما بيسمعش الكلام، لدرجة إنهم بيضطروا يربطوه في الكرسي بتاعه بطريقة وحشية عشان يأكلوه بالعافية. وبعدها بنروح لسنة 2005 مع شلة صحاب مسافرين سوا عشان يحضروا ماتش كورة، وبيكون بليك هو اللي سايق العربية وبيختار طريق مختصر جديد عشان يختصر ساعة من وقت السفر، لكنه بيلاقيه مسدود وبيدخلوا في طريق جوه غابة، ولأن الطريق جديد عليهم ومش عارفينه بيقرروا إنهم لازم يخيموا في أي مكان لحد تاني يوم، وساعتها يكملوا رحلتهم على مكان الماتش وبيفضلوا يستمتعوا بتخييمهم. بس بيبان ان في مشاكل ما بين نيك وويد، وده لان نيك بيكره ويد لانه مرتبط بكارل اخته التوأم، وبيكون هما الاثنين مش طايقين يتعاملوا مع بعض سوا. وفجاه بيشموا ريحه وحشه وقويه جدا من ناحيه الغابه وما بيفهموش مصدرها ايه، لحد ما بيلاقوا عربيه قربت منهم وبيكون السواق مشغل نورها في عينهم، وبيطلبوا من السواق انه يقفل النور ويمشي من المكان لان مفيش حاجه يتفرج عليها عندهم، وبيرفض السواق انه يتحرك من مكانه لحد ما نيك بيقوم من مكانه وبيرمي على كشاف العربيه ازازه وبيكسره، وبيلاقوا ان السواق رجع بعربيته ومشي، وبيفتكروا نيك انه خاف منه وانه كده عمل الصح، وبيدخلوا كلهم يناموا. وبيظهر ان في حد سرق كاميرا دالتون اللي معاهم وبيصور كارلي بيها، لحد ما هي بتحس ان في حركه في المكان وبتخرج عشان تتاكد ان مفيش حد غريب قريب منهم، وبيرجعوا يناموا تاني. وبيصحى بليك من النوم وبيصحي باقي اصحابه عشان يلحقوا الماتش، وبيلاقي دالتون ان الكاميرا بتاعته اختفت وبيتجهزوا كلهم عشان يتحركوا، بس عربيه ويد ما بترضاش تشتغل، وبتكون كارلي مع صاحبتها بيش في الغابه وبيشموا الريحه القويه تاني، فبتقرر كارلي انها تعرف مصدر الريحه دي وبتفضل ماشيه في الغابه لحد ما بتقف في مقبرة حيوانات جماعية وما بتقدرش انها تطلع منها، وبتاخد بالها ان في ايد بشرية قدامها، فبتفضل تصرخ لحد ما كل الشباب بيجروا عليها وبيشدوها من المقبرة وبيخرجها نيك اخوها منها، وبيلاقوا ان في كمية كبيرة من الحيوانات الميتة قدامهم، لحد ما بتيجي عربية نقل قدامهم وبيتأكدوا انها مش نفس العربية اللي كسروا كشافها لان كشافها سليم، وبينزل واحد منها وبيكون معاه غزال ميت بسبب حادثة في الطريق وبيرميه في المقبرة اللي قدامه، وبتسأله كارلي لو كان شايف الايد البشرية اللي قدامه، فبيتحرك ناحيتها وبيخلعها من مكانها وبتطلع ايد تمثال مانيكان مش اكتر، وبيسأله ويد لو في مكان يشتروا منه قطع غيار عشان يشغل العربيه بتاعته، فبيقول له الراجل ان اقرب محل على بعد 15 ميل وممكن ياخده في طريقه ويوديه، فبيقول لهم ويد ان هم يتحركوا على الماتش ويحضروه ويبقوا يرجعوا عليه تاني يكون شغل العربيه بتاعته، وبتروح معاه كارلي عشان ما تسيبوش لوحده، وبيتحرك الباقي على مكان الماتش، وبيفضل كارلي وويد سوا لحد ما بيوصلوا للمدينه اللي هيشتروا منها اللي عايزينه، لكن ما بيلاقوش اي حد موجود في المدينه، وبيجي لهم مكالمه من بيج وبتقول لكارلي انهم راجعين لهم في الطريق لان الطريق قدامهم زحمه جدا ومش هيلحقوا الماتش خلاص وفي طريقهم للرجوع، وبياخد ويد باله من ست عجوزه في شقه جنبهم بتبص عليهم وبعدها تقفل الستاره تاني، وبيلاقوا قدامهم مبنى مكتوب عليه متحف الشمع وجنبه كنيسه، فبيدخلوا الكنيسه عشان يطلبوا مساعده اي حد فيها، وبيلاقوا ان في جنازه وجوه الكنيسه، فبيفضلوا واقفين بره لحد ما واحد بيخرج لهم وبيسالهم عن اللي عايزينه، فبيقول له ويد انهم محتاجين قطعه غيار للعربيه بتاعته عشان يشغلها، فبيقول لهم الشخص ان اسمه بو وانه هيدفن الميت ويرجع لهم بعد نص ساعه عند البنزينه، وبيختاروا انهم يقضوا الوقت اللي فاضل في متحف الشمع اللي جنبهم، وبيلاقوا ان المبنى نفسه من شمع حتى الحيطان، وبالرغم من ان الباب مكتوب عليه مغلق الا ان ويد بيدخل المتحف وبيتفرج على التماثيل اللي جواه، وبتقرا كارلي اخبار عن واحده اسمها ترودي وهي بتفتح متحف الشمع بتاعها وان ليه شعبيه واسعه جدا بسبب روعه التماثيل اللي فيه، وبيكون في خبر ان ترودي مستنيه مولودها الجديد، وبيكملوا فرج على باقي المتحف، وبتاخد كارلي بالها ان كل التماثيل الموجوده في المتحف ممضي عليها من حد اسمه فينسنت، وان فينسنت ده هو الفنان اللي عامل كل التماثيل اللي في المتحف، وبيوصلوا لاوضه السفره وبيلاقوا ان في كرسيين اطفال ومنهم واحد مكتوب عليه فينسنت، فبيفهموا ان فينسنت هو المولود اللي كانت السيده ترودي مستنياه، وبتبص كارلي في المرايه وبتشوف ان في حد مراقبها، واول ما بتلف وبتبص له بيختفي من قدامها، فبتبلغ ويد ان في حد مراقبهم وبتخليه يلف حوالين المتحف عشان تطمن ان مفيش حد موجود، لحد ما بتلاقي ان في تمثال وشه بايظ وراها، فبتخاف من شكله وبتكون السبب في ان التمثال يقع على الارض ويتكسر، وبتجري بره المتحف وبتطلب من ويد انهم يتحركوا على البنزينه فورا لانها بدات تخاف من المتحف ده، وبيروحوا على البنزينه وبيكون بو لسه ما وصلهمش، فبيدخلوا جوه المحل بتاعه وبيدوروا على قطعه الغيار اللي عايزينها، لحد ما بو بيظهر وراهم وبيسالهم ما لو كانوا ناويين يسرقوها، فبيقول له ويد انه كان هياخدها وسايب له ثمنها على المكتب بتاعه وما لقاش المقاس اللي عايزه فاخد المقاس الاكبر، فبيقول له بو انه يجي مع بيته لان البضاعه الجديده نزلت له ولسه ما وزعهاش في المحل، وبيتحركوا سوا وبيتكلموا عن متحف الشمع اللي كارلي دخلته، وبيقول لهم بو ان المتحف وراه قصه صعبه وان ترودي كان عندها طفلين وحياتهم كانت سعيده وهاديه لحد ما اتصابت بورم في المخ وما قدرش جوزها انه ينقذها، واما ماتت انتحر هو كمان بمسدسه، وبقى اولادهم يتامى وقعدوا يتنقلوا من دار ايتام للتاني، وبيوصلوا لبيت بو وبيطلب من كارلي انها تستناهم في عربيته على ما يجيب قطعه الغيار، وويد يدخل الحمام في بيته، وبيروح ويد ناحيه الحمام لكن فضوله بيخليه يدخل اوضه جنبه، وبيلاقي ادوات جراحه كتير حواليه وسرير مرضى، وساعتها بتخرج كارلي من العربيه بتاعت بو وبتفضل مستنياهم لحد ما بتاخد بالها ان العربيه الكشاف بتاعها مكسور وهي نفسها العربيه اللي اخوها التوأم نيك كسر كشافها، فبتفضل تنادي على ويد عشان يخرج لها، وبيجي ويد يخرج من الاوضه بيلاقي ان بابها اتقفل عليه، وبيحاول يخرج منها لحد ما بيظهر شخص من ظهره وبيطعنه وبيقع على الارض، وبتكون الاوضه ضلمه فما بيكونش شايف اي حاجه حواليه وبيتعرض للطعن وبيتقتل ويد، وبعدها بتحاول كارلي انها تتصل ببيج صاحبتها لكنها ما بتردش عليها، وبتلاقي ان بو طلع لها من تاني
وبتسأله عن ويد، فبيقولها انه اكيد موجود في الحمام لسه، لكنها ما بتصدقوش وبتدخل جوه العربيه وبتستخبى وبتقفل على نفسها. فبيطلب منها ابوه انها تفتح له عربيته والا هيتصل بالشرطه، لكنها بترفض وبتقوله انها تستنى ويد يرجع لها الاول. بس بوب بيكسر ازاز العربيه وبيهجم عليها، فبتقدر انها تشغل العربيه وبتدوس على البنزين عشان العربيه تتحرك. بس العربيه بتتعلق على مكان عالي وما بترضاش تتحرك، فبتنزل منها وبتجري في شارع المدينه عشان تهرب من بوب. وبيظهر ان ويد لسه عايش، وفي حد بينقله المتحف الشمع عن طريق ممرات في الارض، وبيحوله لتمثال شمع وهو حي. وبيكون الشخص اللي بيعمل كده هو فينسنت اخو بوب ولاترودي. وبتكون كارل بتجري في المدينه بتدور على اي حد يساعدها، وبتروح ناحيه الكنيسه، لكنها بتلاقي كل اللي فيها لسه قاعدين في مكانهم. وما بتقرب منهم بتلاقيهم عباره عن تماثيل شمع ومش حقيقيين، وان المدينه كلها فاضيه وما فيهاش حد. وبيكون بوب يطاردها لحد ما بيمسكها وبيكتفها في الكرسي اللي في محله. وبتسمع كارل صوت دالتون واخوها نيك وما بينادوا عليها، لانهم بيكونوا وصلوا للمدينه عشان يدوروا عليها. فبيطلع بوب من معاه سكينه وبيهدد بقتلها لو صرخت. وبيفضلوا دالتون ونيك يدوروا على اي حد في المدينه وبينقسموا عشان يدوروا على كارلي. وبيكون بوب مع كارلي وبيلزق بقها عشان ما تقدرش تتكلم او تصرخ حتى. وبعد ما بوب يتاكد انها مش هتعمل صوت بيسيبها متكتفه في الكرسي، وبيطلع لنيك فوق وبيساله بتدور على مين. فبيقول انه بيدور على اخته وصديقها، لانه متاكد انهم موجودين في المدينه لكنه ما بيلاقيهمش. فبيقول له بوب انهم ممكن يكون اخوه فينسنت شافهم، وانه شغال في متحف الشمع وممكن يوصلوا ليه يساله لو يحب. وساعتها بتقدر كارلي انها تفتح بقها وبتصرخ عشان نيك يسمعها. واول ما بتصرخ بيحاول بوب يقتل نيك، لكنه بيتفادى ضربته وبيضربه وبيجري على محله، وبيقفل على نفسه جواه عشان ينزل ينقذ اخته من مكانها وبيفكها من على الكرسي. وبيكون دالتون وصل متحف الشمع عشان يدور فيه على ويد وكارلي زي ما اتفق مع نيك، وبيفضل يدور جوه عليهم لحد ما بيلاقي ان ويد قاعد قدامه ما بيتحركش. وبيلمسه دالتون فبيلاقيه اتحول لتمثال قدامه وعيونه لسه بتتحرك. فبيحاول انه يشيل الشمع من عليه لكنه بيتشال بالجلد نفسه، وبيفضل ويد يعيط من الالم لكنه ما بيقدرش يتحرك. وبيظهر فينسنت وراه وبيحاول انه يقتله، وبيفضل يطارده لحد ما بينجح انه يفصل رقبته عن جسمه وبيسحبه ناحيه المعمل بتاعه. وبيكون نيك بيفكر ازاي يخرج من المدينه دي، فبتقول له كارلي ان المدينه كلها متغطيه بالشمع وما فيهاش اي حد عايش وكلهم اتحولوا لتماثيل، لكنها بتفتكر ان في واحده ست كانت بتبص عليهم الصبح. وبيتحركوا هما الاثنين ناحيتها، لكنهم بيلاقوها هي كمان تمثال شمع ومتثبت على آلة عشان تتحرك قدام الشباك. وبيسالها نيك عن الموبايل بتاعها، فبتقول انه وقع منها في عربيه بوه هي بتهرب منه، وانها حاولت تتصل ببيج صاحبتها او بليك. وبيكون بليك مع بيج في الخيمه بتاعتهم مستنيين اصحابهم يجوا لهم، وبيكونوا مشغلين اغاني لحد ما الراديو بيقفل. فبيطلع بليك عشان يشوف حصل ايه، فبيقتله فينسنت لانه بيكون مستني بره. وبيدخل على بيج عشان يقتلها لكنها بتهرب منه، وبتجري على اقرب مكان منها هو مخزن المدينه، وبتحاول انها تستخبى من فينسنت لكنه بيقدر انه يلاقيها وبيقتلها. وبينقلهم هما الاثنين لمتحف الشمع بتاعه. وبيكون نيك وكارلي لسه في المدينه بيحاولوا يهربوا من بول اللي بيطاردهم، فبيتوجهوا ناحيه محل اسلحه، وبيكسر نيك الازاز بتاعه وبياخد سلاح القوس منه عشان لو اضطر انه يستخدمه. وبيحاول بول انه يقتلهم هما الاثنين بالبندقيه اللي معاه، لكن الطلقه بتيجي في الباب اللي جنبهم، وبيجروا هما الاثنين على قاعه السينما اللي جنبهم عشان يستخبوا فيها. وبتستخبى كارلي في وسط المشاهدين اللي بيكون في الاصل سكان المدينه، بس فينسنت بيكون قضى عليهم وحولهم لتماثيل شمع هو كمان. وبتفضل كارلي مستخبيه وسطهم كانها تمثال لحد ما بيقدر بول يحدد مكانها وبيضرب عليها طلقه، لكنها بتستخبى منه قبل ما تيجي فيها. وساعتها بيظهر نيك من قدام بو وبيضربه بالسهم في كتفه، وبياخد اخته وبيخرجوا بره القاعه. واول ما بو بيخرج وراهم بيكون نيك مستنيه، وبيضرب سهم تاني على كتفه وبيقع مغمى عليه، وبيفتكر نيك انه قتله وبيخرجوا بره السينما. وبيقرروا انهم لازم يروحوا ناحيه بيت بو عشان يدوروا على ويد ودالتون. وبتلاقي كارلي ان عربيه بو ركنه قدامها، فبتدور على موبايلها وما بتلاقيهوش. وبيدخلوا هما الاثنين جوه البيت عشان يدوروا على ويد، وبتلاقي كارلي قدامها اخبار عن عمليه صعبه لفصل توأم ملتصق ادى لتشوه جنين فيهم اللي هو فينسنت، عشان كده دايما لابس قناع من الشمع على وشه. وقبل ما يخرجوا من البيت بيلاقوا ان بول لسه عايش ودخل عليهم البيت عشان يتخلص من السهمين اللي في دراعه وكتفه. وبيكون فينسنت هو كمان جه بعد ما جاب جثتين بيج وبليك معاه، وبيدخل بيته عشان يساعد بو. وبينزل كارلي ونيك في ممر تحت البيت ضلمه، وبيقابلوا كابينه كهرباء وبيفتحوا كل مفاتيح النور اللي قدامهم، وبتفضل المدينه تنور وتطفي. وساعتها بيفهم بو فينسنت مكان نيك. وبيكون نيك وصل لمعمل الشمع وبيلاقي قدامه دالتون صاحبه الشمع مغطيه، وبيحاول انه يفكه فرقبته بتنفصل عنه، وبيعرف انه اتقتل. وبيهجم عليهم فينسنت عشان يقتلهم، بس نيك بيقدر انه يضربه، وبيوقع برميل الشمع بينهم فبتمسك فيه النار وبتولع في المعمل. وبيهربوا من خلال الممرات لحد ما بيطلعوا المتحف، وبيلاقوا بو قدامهم وبيحاولوا انه يقتلهم، وبتكون النار مسكت في باقي المتحف وبدات تسيحه نهائيا. وبتقدر كارلي انها تضرب بو وبتقتله. واول ما بيشوفوا فينسنت قدامه ميت بيجري ورا كارلي عشان ينتقم منها على قتل اخوه. وبيكون نيك مصاب في رجله ومش قادر ينقذ اخته، وبيبان ان النار سيحت الارضيه اللي بو عليها وخدته وسط الشمع. وبيجري نيك ورا اخته عشان ينقذها قبل ما فينسنت يقتلها، وبينجح انه يجذب انتباه فينسنت ناحيته وبيحاول يقتله. فبتيجي كارلي وبتطعنه وبتقتله عشان يبعد عن اخوها، وبتزيد النار لدرجه ان الارضيه بتتدمر، وبيقع فينسنت على اخوه بو. وبيخرج نيك وكارلي على اخر لحظه من المبنى قبل ما ينهار كله. وبتيجي الشرطه والاسعاف على المدينه وبيكتشفوا كل جرائم القتل اللي حصلت. وبيسالهم نيك ازاي ما يعرفوش اي حاجه عن المدينه دي، فبيقول الشرطي ان المدينه بعيده ومفيش مركز شرطه فيها، فكانت بالنسبه لهم كانها مهجوره، ولولا الدخان ما كانوش عرفوا يوصلوا لهم. وبيكون كارلي ونيك هم الوحيدين اللي
خرجوا من المدينة أحياء بدون ما يتحولوا لتماثيل في متحف الشمع. الفيديو ده كتبه يوسف إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.